في المغرب أيضا. وفي موضوع آخر، أسفرت عملية أمنية مشتركة بين مصالح الأمن الوطني وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة ببناء الدار البيضاء، أسفرت عن إجهاض محاولة لتهريب 605 كيلوغرامات من مخدر الشيرة على متن حاويات للنقل الدولي كانت متوجهة نحو أحد الموانئ الأوروبية. وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن إجراءات التفتيش التي ساهمت فيها الكلاب المدربة للشرطة أسفرت عن حجز كميات المخدرات بعدما تم العثور عليها في 6 حاويات موجهة للتصدير. وقد تم توقيف مسير الشركة المصدرة للشحنة وهو من ذوي السوابق القضائية في جرائم المخدرات، كما تم توقيف أحد المستخدمين في نفس الشركة على ذمة البحث المنجز في هذه القضية.